شهادك المواد تاع الشغل المادة واحد نص على كاب باش نجوجي دونك بيرسونال مو بور المومون جو بي با فوندغ دي بريجوجي على مش حاجة ما شفتهاش دونك جو بي با ريبوندغ. المحروقات جا في وقتها مع تاع الميزانية تاع 19-20 دروك هذا كان في 2016 كانوا جايين المقياس على حسابهم كي جاو الدروك يعدلوه راه فيها نتيجة. اللي رافض ما راني معاهم باسكو علاه ما نرفض ما نجي باسكو جو كوني ريان دي تو في هذا القانون تاع المحروقات. هذا القانون تاع المحروقات روح عند الناس الاختصاصيين اللي فيه هما يعطونا الراي تاعهم. هناك ثغرات لم يعرفها المواطن، يجب توضيح بوسائل الاعلام، يجب توضيح للمواطن هذه الدراسات اللي راه قامت بها وهذه الاجتهادات اللي داروها الكفاءة الجزائري الخبراء الاقتصاديين. المحروقات هذو ما نشعر احنا ما شفناهم على بالنا بها. ما قريته ما طلعت عليه ما اشتهت. الشيء اللي مهم هو الوقت. هو الناس ممكن فيه بعض الاطراف اللي تحاول تروج انه فيه تم تنازل على بعض المواد مثل القاعده نتاع 49-51 وهذا الشيء اللي هو غلط لان القانون هذا تبت القاعده بالعكس الشيء اللي راه يروج ولكن الشيء اللي مطلوب اليوم من الحكومه والشيء اللي مطلوب من وزاره الطاقه بالخصوص هو التوعيه والتحسيس لان المواطن اليوم ماهوش المواطن تاع الثمانينات ولا المواطن تاع السبعينات اليوم تعرفوا انه فيه مواقع تاع التواصل الاجتماعي اللي هي تاثر حتى هي عندها دور في الساحة. هذا الشيء اللي يخلي اليوم الوزارة مطلوبة أنها من خلال أبواب مفتوحة من خلال لقاءات من خلال الترويج حتى في الجامعات والمؤسسات التعليمية يروجوا ويفهموا المواطن من خلال أيام دراسية يفهموه بالأهمية نتاع القانون. بدأت تظهر بعض العلامات التي أثارت بعض الشكوك لدى بعض الفئات، فئات لها فكر إيجابي وفئات تستغل هذه المواقف لأغراض لا نعلمها. على كل حال لأنه بالبداية يجب أن نضع ثقة في إطاراتنا المتواجدة على المستوى المركزي. على كل حال بطبيعة الحال نسمع بيع تونطراك، بيع الشركات، بيع المشاريع ويتناسون. على كل حال أن قضية ملف المحروقات عنده صلة كبيرة بالجانب العالمي للمؤسسات بحيث يتأثر بما تتأثر به.